السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. البداية مع العناوين. نواف بن فيصل: نعاني من الأخبار المغلوطة ولن نتفرغ للنفي. بعد غد انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لتايلاند. لجنة المسابقات تحدد مواعيد المباريات المؤجلة. الأهلي بعشرة لاعبين يفرض التعادل على المتصدر. والهلال يتجاوز الرائد بهدفين في أربع دقائق فقط. في مباراة مثيرة، الفتح ينهي قصة ديربي الأحساء بالأربعة. إدارة ملعب الملز تفتح رشاشات المياه قبل المباراة بدقائق. خبير التحكيمي المطلق يتحدث عن بطاقة هوساوي وركلة جزاء الهلال. الجماهير الاتحادية تؤيد رحيل الثنائي وترفض بشدة رحيل القائد. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين إلى التفاصيل، نرحب قبل ذلك بضيفينا في الاستوديو: المدير المركز الإعلامي بنادي الهلال وعضو مجلس الإدارة الزميل عبد الكريم الجاس، وأيضا الكاتب الصحفي المعروف. مساء الخير أبو يزيد. يا رسالة عادة، مساء الخير عليك السادة المشاهدين. نرحب أيضا بضيفنا من جدة الكاتب الرياضي في صحيفة عكاظ، وهو أيضا أحد القامات الإعلامية، الزميل أحمد الشمراني. مساء الخير أبو محمد. اهلا وسهلا ابو تركي، تحياتي لك وللزميل عبد الكريم الجاسم والاخوه المشاهدين. اهلا بكم، واعتذر لليوم الثاني على التوالي عن رداءه الصوت. اتمنى ان شاء الله ان اوفق حتى نهايه الحلقه، ويساعدني ابو يزيد ابو محمد في ان انهي هذه الحلقه بشكل جيد. رداءه الصوت من المصدر. من المصدر اللي هون. عموما معي اثنين من القامات الاعلاميه، بالتاكيد ان شاء الله لا نحتاج الى ان ابذل جهد كبير في اداره الحلقه. نبدا اولا قبل ان ندخل في تفاصيل اليوم الرياضي في زين، ببعض الاخبار المتفرقه. اولا عن المنتخب الف والمنتخب الاول، حيث سينطلق المعسكر يوم بعد غد يوم الخميس، وذلك استعدادا لمواجهه المنتخب التايلندي بالتاكيد في تصفيات المؤهله لنهائيات الكاس العالم البرازيل. المدرب سوف يعطي عفوا اللاعبين راحة فقط يوم العيد، ثم سيعودون في اليوم الثاني على التوالي لمواصلة المعسكر. كان الله في عون اللاعب. ويزيد، هل أبدو متعاطفا بشكل مبالغ فيه مع اللاعب وأنا أقول كان الله في عونهم، يخرج من دوري لمعسكر ويوم العيد فقط إجازة، أم هي هذه هي الاحتراف؟ والله شوف، هو ما في شك أنه حيكون في ضغط كبير على اللاعبين، لكن تعود اللاعب السعودي على كثرة المشاركات وعلى الارتباط الدائم في معسكرات وفي مباريات، ولذلك أتصور أنه وضع طبيعي. يعني خلال الفترة الأخيرة يمكن 5 سنوات الماضية كان وضع طبيعي بالنسبة للاعبين مثل هذا الضغط. لكن الشيء الأهم أنه الاستعداد الجيد للمرحله القادمه، لانه فعلا المباراتين القادمتين هي الاساس للمرحله لمشاركه المنتخب السعودي في تصفيات كاس العالم جميعها، اما تجاوز هاتين المباراتين والدخول بقوه في المنافسه على البطاقه الثانيه في المجموعه، او المغادره مبكرا، وهذا ما لا نتمناه باذن الله. ولكن بالتاكيد انه يحتاج الى جهد مضاعف من اللاعبين، يحتاج الى تضحيه، يحتاج الى تعاون، يحتاج الى ان شاء الله يكون المنتخب في افضل حالاته في هاتين المباراتين. أبو محمد، أحيانا يقال بأنه كيف نطلب من اللاعبين أن يؤدون بشكل جيد وهم أيضا يعني عليهم ضغط كبير في مباريات من دوري المنتخب منتخب لدوري من هنا وهناك على اللاعبين، هل يعني هذا يعتبر عذر للاعبين أم أن نبالغ في هذا الحديث؟ والله حقيقة أولا أقول لك سلامة الصوت، وفرصتنا أبو يزيد الليلة أن نحاول نستأثر بالحديث. إيش حياتكم اليوم؟ ونسلم من مداخلاتك الساخنة. لكن نرجع المنتخب، المعسكرات أمر لا بد منه، وتعرف أنت ما إحنا لوحدنا في على كوكب الأرض، وحدنا نلعب كرة قدم، كل من حولنا أيضا يمر بنفس
الحالة. هناك من يتحدث اليوم على أنه اللاعب السعودي أرهق، اللاعب السعودي كثرة المعسكرات، كثرة المشاركات، هذا أمر احنا زي ما قال لك أبو يزيد في البداية أصبح جزء من عمل الرياضي السعودي، فبالتالي يفترض أنه يكون عادة مستمرة ولا نتعامل معها بأنها ربما تكون نقطة تحول وأنها مفاجأة وأنها تسبب إرهاق وتسبب ضغط. فهذه من الأشياء ربما تؤثر على اللاعبين، يعني أطروحاتنا، هو لاعب محترف، هو موجود الآن من أجل كرة القدم، والمهمة مهمة وطن، وكما قال أبو يزيد هي أمامنا مباراتين، يعني نكون أمامها أو لا نكون. المعسكر من الخميس إلى الجمعة إجازة يوم العيد أعتقد أنه مثالي جدا قياسا بالمرحلة وحساسيتها وأهميتها. أتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب. على الجانب الآخر، حددت لجنة المسابقات واللعب النظيف في الاتحاد السعودي موعد المباريات المؤجلة بالنسبة للاتحاد ونجران، وعفوا القادسية، نجران والقادسية والفيصلي والأهلي، بتكون يوم 30 محرم. أما الاتحاد والرائد ستكون في يوم الأحد 14 صفر، بتأكيد. وعدد من المباريات المؤجلة من دوري الدرجة الأولى كلها تم تحديدها اليوم، وسوف تشاهدونها يعني تباعا تأتيكم في الشريط الموجود في البرنامج. يمكن عادل في تفضل أبو يزيد، يمكن في نقطة مهمة في موضوع المباراة المؤجلة، وأنا أعتقد أن لجنة المسابقات يعني فعلا عملت أمرا جيدا، وهو تحديد المباريات، لأنه إذا أجلت مباريات من الدور الأول مثلا لعبت في بعد فترة يناير القادمة، أعتقد أنه سيكون تساوي الفرص معدوم في هذه الحالة، بمعنى أن الفرق قد تغير لاعبينها، قد تغير مدربينها، قد يكون في تغير في المستوى. لذلك من باب إعطاء كل الأندية نفس الفرصة أن تلعب في الفترة اللي قبل فترة التسجيل، وهذا أعتقد أنه أمر جيد ومطلوب. طيب ندخل إلى موضوع المباريات اليوم، لعبة 3 مباريات، بالتأكيد القمة كانت بين الأهلي والاتفاق في جدة، ولكنها لم تكن يعني لكنها لم تحمل كل معاني القمة، حيث انتهت المباراة بشكل سلبي على الأقل بالنسبة للأهلي، ولعب هذه المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة 10 تقريبا، وبالتالي ربما نستطيع أن نقول أنه هو ظفر بالتعادل أمام المتصدر على أرضه وبين جماهيره. تابع بعض اللقطات من هذه المباراة. المجموعة 13 جول العام الماضي، مباراة الفريقين، فيكتور سيموسين في الكورة، فيكتور سيموسين جاوز، يصلح كرة على جهة اليسار، الله! إلى تيسير الجاسم، الجاسم مرة ثانية، القلب النابض في وسط ملعب الأهلي، وبعد صافرة ضربة حرة مباشرة. صافرة ضربة حرة مباشرة، موسى تقريبا يحصل على الورقة الحمراء. إذا اللاعب معتز الموسى يحصل على الورقة الحمراء. رمية جانبية في اليسار، ملعوبة الرمية الجانبية إلى حمد الحمد، حمد الحمد في تسديدة وصلت إلى ياسر المسيل. الشيري تمريرة ممتازة لعبد المطلب الطردي اللي يلعب عرضية مثالية على جهة اليسار، سلمان حريري يلعبها لمنطقة الجزاء والتسديدة لخارج أرض الملعب من يوسف السالم. يحيى الشيري بالكرة وتمريرة خطرة في صالح الفريق الاتفاقي، زامل السلام ممتاز جدا في المرور، زامل السلام، وكرة ليحيى عتيم ملعوبة إلى سلمان حريري، سلمان حريري تمريرة لقلب منطقة الجزاء. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كامل المر، مرور ممتاز من كامل، وعرضية مقطوعة من داخل منطقة الجزاء، ترجع فيها الكرة مرة ثانية لمسعد، تسديدة قوية إلى خارج أرض الملعب. أحمد، هل نستطيع أن نقول أن الأهلي اليوم ظفر بالتعادل اعتبار أنه كان يعاني من النقص من وقت مبكر، أم أن المباراة انتهت طبيعية؟ يعني حقيقة نتيجة المباراة منطقية إلى منطقية جدا. صحيح أن الأهلي كما لاحظنا لعب طبعا ب10 لاعبين من الدقيقة 10، ولا شك أنه تأثير أي لاعب، وما بالك لاعب محور بحجم معتز الموسى، سيكون له أثار سلبية على الفريق. لكن في المقابل كان هناك ربما روح عوضت هذا الغياب، أيضا تراجع الاتفاق وتخوفه مثلا من خطورة مهاجمين بحجم فيكتور والحوسني، ساهم إلى حد كبير في أن يكون خلي المباراة مخنوقة يعني في الوسط وما بين المدافعين. صحيح أنه لاحت بعض الفرص هنا وهناك، لكن بحسابات المباراة ومعطياتها أعتقد أنه تعادل عادل. الأهلي كسب نقطة والاتفاق أيضا كسب نقطة، ولا أعتقد أنه أحد نادم على خسارة نقطتين، لأن
المباراة كانت الاتفاق قد يكون بعد النقص مثلا له مطامح انه يعود بالثلاث نقاط، لكن تفاجأ ان الاهلي لعب وكأنه مكتمل، لكن قياسا بما حدث على ارض الملعب اعتقد ان النتيجة منطقية. لن نتحدث طبعا في هذا الجانب عن الطرد وملابساته على سيما انه الامر متروك للمحلل التحكيمي المطلق اللي حيكون معانا الليلة ان شاء الله. بالتأكيد بيعلق عليها ابو يزيد. نقدر نقول انه وفقا للمعطيات، انا عارف انك كنت تابع مباراة الهلال في الملعب، لكني وفقا لمعطيات انه لاعب يعني يستبعد من الدقيقة العاشرة، نقدر نقول الاتفاق انه يعني نتيجة جيدة بالنسبة له. والله بالعكس، انا اعتقد انها جيده للاهلي لانه كان واضح من شكل المباراه انه يعني كانها مباراه كؤوس. يمكن النقص اللي حصل في صفوف الاهلي كان يعني تطبيق حقيقي لمبدا النقص يولد القوه، وهذا الشيء اللي حصل بالنسبه للاعبين، وكان في تركيز اكبر، كان في حماس وفيه رغبه في عدم الخساره، وهذا الشيء مباراه كؤوس. يعني مباراه كؤوس دائما مباراه الكؤوس تكون مقفوله وفيها حذر وفيها لعب وسط الملعب وفيها يعني بحث عن تفاصيل صغيره، اما ضربات ثابته اما ضربه ركنيه، بحيث انك تحقق نتيجه. وايضا عدم الخساره، يعني انت تضع في الاول انك ما تخسر، وهذا الشيء اللي يعني مقبول من الاهلي لكنه غير مقبول من الاتفاق، بحكم ان الاتفاق يتصدر الدوري وفريق جيد الحقيقه، وكان بامكانه انك تستفيد من النقص، لكن النتيجه اعتقد انها يعني حسب الفرص اللي شاهدناها يمكن تكون منطقيه للفريقين. نعم، خلينا نشوف ايضا شهدت المباراه لقطه ايضا من اللقطات التي اختفت ربما يعني فتره ليست بالقصيره في الأيام الماضية، ولكنها عادت من جديد إلى دوري زينو في الملاعب السعودية. أحد الجماهير يعني ينزل إلى أرض الملعب، نتابع اللقطة. لقطة بقدر ما هي طريفة إلى أنها يعني ربما تكون محزنة. أبو محمد، عادل، إحنا اعتدنا في جدة أن ما نشوف هذه المناظر. صحيح أنها انتشرت في فترة وفترات في كثير من الملاعب، لكن ملعب الأمير عبد الله الفيصل على مدار المواسم الماضية صحيح ربما حالة أو حالتين، وهذه الحالة قد تكون شادة قياسا بالحالات السابقة في ملاعب أخرى. أعتقد بأنه هذا المشجع أو هذا الشاب اللي أخذته الحماسة وانفرط الحماسة مثلا من مباراة نزل يتجول في الملعب، سيلقى ثمن هذا التصرف ربما عقاب، لا سيما ان هناك عقوبات معلنة على مستوى الامن وعلى مستوى امارات المناطق، والجزء سيكون من جنس العمل، واتمنى ان تكون هذه الاولى والاخيرة في كل ملعبنا وليس ملعب الامير عبد الله الفيصل. نعم، بالكاد يعني فرحنا كثيرا باختفاء هذا المظهر، لكنه يعود من جديد. يبدو ان العقوبات الصارمة كان لها دور في الفترة الماضية. والله شوف، هي يمكن العقوبات كانت فعلا مؤثرة، لكن في بعض الأحيان عدم التذكير فيها يمكن يخلي بعض الجمهور يتشجع أو ينسى أن هناك عقوبة مثل الحالات. يعني هو مظهر غير حضاري، يعني وجود شخص في وسط الملعب يعني مسيء لنفسه وللمباراة وللمنافسات بشكل عام، لكن أيضا لا يجب أن تتجاوز السلوك الفردي للشخص، ويجب أن يتحمل مسؤوليته صحيح هذا الشخص من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح عليه. يعني احنا حقيقة احيانا ودك ما تطلعها عشان ما تعطيها برضه اكبر من حجمها، لكنها تظل لقطه يعني هو دائما يحاولون يجيبون اللقطه من بعيد بحيث انه ما يظهر وجه المشجع عشان ما يكون في تكريم له او مجال للشهره انه هيتر، وبالتالي يعني يفتح المجال لغيره. عموما المباراه الثانيه اليوم لعبت ما بين الهلال والرائد. الهلال اليوم الرائد صمد امام الهلال حتى الدقيقه 79، ولكن ايمانه من ضربه جزاء احرز الهدف الاول، ثم بعد ذلك الفريدي بلقطه أو بلمحة فنية جميلة تعودنا أن نشاهدها من هذا اللاعب أهداف المباراة. النقطة من هذه المباراة، كرة ملعوبة، خطرة ملعوبة، العربي يطالب وايد، الكثير يعلن عن ركلة جزاء. هو إمارة تسار في الجول، ركلة جزاء يسجل. شوف التسديدة من جانب، إذن أكيليكو إيمانا.
في آخر 8 دقائق من زمن شوط المباراة الثاني. هلال 1 رائد لا شيء، رائد والهلال الثاني، الهلال الثاني للكرة التي لم يسجلها لكن سجل وراوغ وعدة، وهنا الكرة التي حاول فيها هو الدفاع بعادة، لكن أيضا الفريدي على طول سجل، على طول سجل حاول، لكن سلمان خالدي يفشل في بعد هذه الكرة، والفريدي ينجح في تسجيل هدف ثاني ليضمن الهلال نقاط هذه المباراة وبالتالي يتقدم بهدفين. إذا الرائد صمد طويلا لكنه بالتأكيد الأمور عادت أو في النهاية لا يصح إلا صحيح. مستوى الفريقين مختلف جدا، ولكن بالتأكيد عبد الكريم نقدر نقول إنه يعني نقول الرائد قدم جهد جيد في المباراة وصمد فترة طويلة، أو نقول إنه الهلال كان يعني لم يكن جيدا في المباراة؟ لا، الحقيقة إنه الرائد لعب مباراة دفاعية على مستوى عالي جدا، لأنه يعني لعب حارس مرمى 10 لاعبين في منتصف الملعب وفي منطقة الدفاع، وهذا صعب مهمة الهلال. لكن الهلال كان لديه حلول كثيرة في الملعب، وكان يعني متعود على لديه النفس الطويل والقدرة على التعامل مع مثل هذه المباريات. الحقيقة المباراة ذكرتنا في بعض مباريات الموسم الماضي اللي كان الهلال لا يحسمها إلا في آخر 10 دقائق بنفس الظروف ونفس الطريقة، يعني غياب بعض اللاعبين عن مستوياتهم تجعل الفريق يعني يواجه صعوبة في التسجيل. أيضا زي ما قلت لك إنه الرائد قدم مباراة كبيرة، والحقيقة هو النتائج اللي حققها الرائد أو اللي حققها الرائد لا تتناسب مع ما لديه من لاعبين، لديه لاعبين على مستوى جيد وفي جميع الخطوط وعناصر جدا ممتازة، لكن النتائج لم تكن بنفس الحجم، ولذلك يعني حاول اليوم أن يقدم مباراة كبيرة وبالفعل نجح، لكن ضربة الجزاء كان لها دور كبير في أنه فتح اللعب. يمكن لو يعني لو سجل هي مبكرا قد تكون نتيجة أكبر بحكم أنه قادر على التعامل مع المباراة من خلال لعب مفتوح، لكن الطريقة الدفاعية كانت محرجة ومتعبة. وفي نفس الوقت أيضا يعني دائما لما تلعب داخل ملعبك بطريقة دفاع المنطقة تكون تعطي فرصة للفريق الخصم أن يستحوذ على الكرة أطول فترة ممكن، وهذا اللي صار في المباراة. المباراة كانت على باب واحد في ملعب الرائد معظم وقت المباراة، وبالتالي كان لابد أن يسجل، نجح بالفعل بالتسجيل. يعني هل أجاد في المباراة اليوم كان يعني قدم مباراة جيدة بالنسبة؟ والله شوف، هو كجيدة لا تستطيع أن تقولنا، يعني الفريق عنده إمكانيات كثيرة، لكن وأيضا لديه حلول عديدة، يعني أكثر من لاعب ممكن يقدم في المباراة، لكن اللي ظهر في المباراة أنه في يعني مكاسب بالرغم من الفوز المتأخر. يعني شاهدنا عادل هرماش يعني في مباراة القادسية صنع هدفين، اليوم صنع هدف، الفريدي استطاع أن يسجل هدف جدا ممتاز، عودة إيمان للوسط، يعني في شغلات. أنه الإشكالية توقف الدوري، يعني دائما الفرق تأخذ مستوى بشكل تدريجي وتصاعدي، لكن المباراتين ثم تتوقف، مباراتين ثم تتوقف، هذه إشكالية كبيرة أمام المدربين واللاعبين، ونتمنى إن شاء الله نتجاوزها كل الفرق. نعم أحمد، كيف تعلق على مباراة الهلال والرائد؟ هو ميزة الهلال بأنه يعرف من كل مباراة ماذا يريد. عندما يلتقي الهلال مع فرق طبعا في فرق النخبة فهو يعرف يعني يستخدم الأدوات المناسبة لكل مباراة. أمام الرائد كان يبحث الهلال فقط عن 3 نقاط بغض النظر عن المستويات، بغض النظر عن دفاعية أو الدفاع المتكتل للرائد. فما حدث مباراة اليوم هي 3 نقاط للهلال تؤكد بأنه في الطريق الصحيح. الهلال هذا الموسم ربما بدأ بخطاب إعلامي اعتبره البعض بمثابة تبريرات مبكرة، ونعتبره بمثابة ذكاء سواء من الأمير عبد الرحمن مساعد أو من سامي الجابر أو من الزميل عبد الكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي وعضو مجلس إدارة في نادي الهلال. خطاب حاولوا أن يضعوا الفريق في جانب ويضعوا الجمهور أيضا في جانب آخر، ما كان هناك ضغوط، ما كان هناك مثلا انفعال بعد مستويات سيئة وبعد أي نتيجة مباراة لم تكن متوقعة، لكن كان هناك خطاب متزن. حتى وهو يكسب الأهلي بالأربعة لم يطير طبعا، ولم تأخذهم الحماس تحدث أن الهلال عاد، لا، كان الخطاب نفس الخطاب. ومسيرة الفريق الآن في هذا الدوري، هناك من يقول أنها مسيرة غير مثالية، ونعتقد أنها مثالية ومثالية جدا، وفي النهاية أنت تقول لا يصح إلا الصحيح، أنا أقول لا يصح إلا الهلال. نعم، ماذا عن الرائد في الجهة المقابلة؟ هل نستطيع أن نقول أن اليوم هذه المباراة مش محسوبة لأنه لعب أمام فريق كبير، وبالتالي نستطيع أن نقول أنها مقياس لعودة الفريق؟
لا الهلال ما كان من خيال، اقصد الرائد الان بيعيش مازق النتائج السيئه، مازق الضغط الجماهيري، مازق ايضا اداره وعدت باشياء قبل الموسم، معسكر خارجي، استقطاب بعض اللاعبين الكثر طبعا من كثير من الانديه، لكن في النهايه تفاجات بنتائج سلبيه. اقصاء المدرب ربما كان نوع من انواع الحلول، طبعا اقصد الحلول لتهدئه الاوضاع داخل النادي، وتعرف انت جمهور الرائد جمهور عاطفي، وتعرف ايضا انه في المباراه الاخيره اللي خسرها على ارضه من هجر كان رده فعل الجماهير سيئه، دعت الفريق انه يحضر للرياض مبكر. اعتقد انه الرائد الان في مازق، بل ومازق يحتاج الى حلول جذريه. تغيير المدرب واستقطاب مدرب قد تكون حل، لكن في النهايه اللاعبين هم اللي مثلا يوجدون الحلول اللي تنقذ الاداره وتنقذ موسمهم من الفشل، لا سيما ان كل الدلائل تؤكد ان الرائد هذا العام ليس برائد التحدي الذي نعرفه. لماذا برايك ابو يزيد انه الرائد، يعني كثير يسالون يقولون انه حتى رئيس النادي يعني يمكن ما يعطيك جواب صريح لانه فعلا مو عارف. الفريق استقطابات جدا رائعه، مدرب كان جدا رائع ومستقر معهم من السنه اللي راحت، ولكن مع ذلك لا يقدم مستويات جيده ولا نتائج جيده. والله شوف، هو وضع غريب، يمكن يكون يعني كثيرين ما انتبهوا انه كان من الدور الثاني في الموسم الماضي كان مستوى الفريق ونتائجه كانت اقل من المطلوب. يعني دائما الفرق اللي ما يكون عندها هاجس الهبوط، يعني اللي عندها هاجس الهبوط تبدا الموسم بحماس كبير، وبالتالي تتمكن من جمع نقاط في اول مباريات الدوري، وهذا اللي سواه الرائد يمكن في الموسم الماضي. في هذا الموسم كان الحديث عن مركز متقدم في منطقة الوسط، وبالتالي اللاعبين دخلوا انه خلاص الفريق يعني لا يخشى الهبوط، وبالتالي هذه يمكن كان لها دور في عدم يعني تحفز اللاعبين وعدم اعطاء المباريات حقها من المستوى، يعني نظر الفريق على انه احد فرق الوسط، وهذا شيء يمكن ساهم في هبوط المستوى. المدرب الماضي يعني كان من المدربين الجيدين اللي حقق مع الرائد نتائج جيدة ومستويات جيدة ايضا. التدعيم اللي حصل هذا الموسم يعني كان يمكن يكون عدد كبير من اللاعبين اللي انضموا للفريق، وهذا ايضا لها جانب سلبي بحيث انه تحتاج الى تجانس، تحتاج الى يعني انسجام المجموعه. الناحيه المهمه يمكن اللي كثير من الانديه تغفل عنها، انه دائما الناس يتحدثون عن الولاء وعن اللعب للفنيله والروح العاليه ومثل هالاشياء هذه. نحن الآن في كرة قدم محترفة تعتمد على المهنة، اللعبة كمهنة، ولذلك أي نادي يريد أن ينجح يجب أن يحول كرة القدم إلى مهنة من خلال حوافز، مكافآت، مرتبات تدفع في وقتها، ونظام إداري صارم. إذا تم تطبيق مثل هذه الأمور تتحول اللعبة أوتوماتيكيا من كرة قدم للهواية إلى محترفين. لكن للأسف أنه في كثير من الأندية لا زالت تتعامل مع اللاعبين كهواة، مطالبة ببذل الروح، مطالبة بالحماس، مطالبة تقدير الفانيلا، تقدير هذا الشيء غير موجود. والدليل انه معظم الانديه يعني تجد يمكن 9 لاعبين أو 10 لاعبين من يمثلون الفريق الاول ان لم يكن كلهم من خارج النادي. نعم. حول لم يأتوا للعشق في نادي النادي الفلاني او العلاني، اتوا للعب كره قدم والاستلام في مستحقاتهم وللحصول على مبالغ ماديه وتقديم مقابلها اداء داخل الملعب. اذا وجد مثل هذا الفكر داخل اي نادي اعتقد انه سيكون طريقه الى الانتصارات. نعم. قبل بدايه المباراه بدقائق شهد اليوم ملعب الملز انطلاق رشاشات المياه في الملعب في الأثناء التي كان فيها يعني أعضاء بعض العاملين في الملعب يحاولون تثبيت شعار الهيئة وشعار الدوري وسط دائرة، ولكن الرشاشات فاجأتهم بالانطلاق على غير المعتاد. يزيد انت كنت في الملعب، هي كانت عفويه ولا كان مطلوب شيء؟ لا هي الحقيقه دائما قبل المباريات وقبل التمارين لمصلحه الملعب ولمصلحه اللاعبين انه يكون فيه نوع من الرذاذ، يعني رشه لمده ثواني معدوده بس تحط نوع من الماء على الملعب، حتى ان الكره لما تلعبها تساعد يعني في تصير الكره تمشي تصير كثير. تصير دائما، بس يبدو انها تاخرت في المباراه هذه. وبدات في وقت يعني بعد ما دخلوا هذا وجاهم مطر من تحت. طيب نروح للمباراه الثانيه الان، وهي المباراه الثالثه في الدوري وهو ديربي الاحساء الذي بالتاكيد كان عند الموعد. مباراه كانت مثيره وممتعه، شهدت 6 اهداف، وشهدت اليوم
حسب يعني بعض المعلومات والإحصاءات أسرع هدف في تاريخ الدوري حيث سجل في الثانية العاشرة. اليوم الفتح يتغلب على الهجر بأربعة أهداف مقابل هدفين، هذه هي أهداف المباراة. كم ثانية أتى الهدف يجيب الجول، التعديل رجاب لا صد أو تكمل، جول 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 لهجر عبر ركلة جزاء لفريق الفتح. إثارة ما بعد إثارة في قمة الإحصاء، 1-1. ربيع الآن للفتح، العمل الفردي ملعب الآن أبو عبيد، عمل فردي روع يا أبو عبيد. الله الله المميز صاحب الهدف في مرمى النصر، والآن هدف لا يقل عن ذلك الهدف. ملعب الكرة الآن، تحركات بدون كرة رائعة، هذه عرضية الآن ملعوبة باتجاه المرمى بخيتون والمرمى في الجول. جول جول دوريس، ما أسلموا يا دوريس، البخيتان يفلت كرة وين في وضع حرج جدا. راوية يتقدم فيها أبو حميد، أوه المتابعة، الله الله، انفراد انفراد، انت ضميرك انفراد انفراد، يراوغ جول، يا ساتر يا ساتر، اوعى في كل شيء. شوف كيف كسر تسلل انفراد، انت ضميرك يا عم، انت ضميرك ضميرك والله صاحي وصاحي صح. المباراة بالتأكيد مثيرة، وكما قلنا المباراة اليوم شهدت أسرع هدف. احنا بنحاول نحسب إن شاء الله بعد شوي بالثانية أو بأجزاء الثانية حتى نشوف إذا كان في الثانية العاشرة فهو بالتأكيد أسرع هدف، لأن ربما وليد الجيزاني هو من يسجل أسرع هدف حتى الآن، على الأقل هو في الثانية 12 حسب ما أذكر، إن شاء الله تكون معلومتي صحيحة يمكن حسب ما يأكد للزملاء. تفضل. في الفترة الأخيرة، لكن سابقا أعتقد كان في لاعب الاتفاق جمال محمد دقيقة 13، الثانية 9 أنا أتصور ولا 13، والله في عندنا واحد متخصص في هالأشياء اللي هو زميل غالب من قحطان، شباب يتأكدون منه وعنده معلومة دقيقة على هالموضوع. لكن بشكل عام أروح لأحمد الشمراني، مباراة يعني فعلا كانت على الموعد بأهداف كثيرة ومثيرة وممتعة وأهداف سريعة من الدقيقة الأولى ودقيقة 12، كانت مباراة فعلا مثيرة. هو الجميل هذا الموسم يا عادل ان عندنا العديد من الدربيات، عندنا في جده الاهلي والاتحاد، في الرياض هلال ونصر، في الشرقيه طبعا في الدمام الاتفاق والقادسيه، وفي القصيم الرائد والتعاون، وفي طبعا الليله اللي هو الديربي الفتح وهجر. مثل هذه المباريات تضيف للدوري لا شك، ومباراه اليوم انا اعتقد انها اضافت اشياء كثيره سواء على مستوى الاهداف، على مستوى ايضا الحماس الجماهيري، ايضا على مستوى ربما الاداره الناديين اللي كانوا يتحدثوا قبل المباراه عن هذه المواجهه رغم انها ديربي، رغم محاوله اعلام بمثاليه. حقيقه مباراه كانت متعه، 6 اهداف اعتقد ما هي سهله. الفتح اللي تعثر امام القادسيه بنتيجه ثقيله، كلنا ايامها تحدثنا انه او يومها تحدثنا بان هذه من المفاجآت اللي حدثت في الدوري، فريق يخسر بستة ثم يعود ويكسب ويعود أيضا على أرضه ويتعادل أمام الأهلي بعد أن كان متقدما بهدفين لهدف. أعتقد أن الفتح ما زال هو الفتح اللي نعرفه، الموسم الماضي كان له حضور كبير، هذا الموسم الآن حضوره أكثر من ممتاز. نعم، والمثير أيضا أنهم موجودين في المركز الخامس والسادس، الفتح في المركز الخامس. بس عندي نقطة عادل على وجهة نظر الزميل عبد الكريم عندما قال أن اليوم كرة القدم هي مهنة لا تعترف بالولاء ولا تعترف بالفنيلة. أنا أعتقد أن من أساسيات المهنة ونجاح أي إنسان مهني في أي مجال هو إخلاصه لمهنته، فإذا غاب الإخلاص عن المهنة فأعتقد أنه بيغيب عنها الإبهار، بيغيب عنها الإبداع. إذا كان مثلا بجيب 16 لاعب أو 17 لاعب أو 20 لاعب محترفين ويلعبوا لمجرد اللعب أو لمجرد أنها مهنة كرة قدم فقط ولا تخضع ايضا لا 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 الحب شعار ولا الاخلاص، لا فاعتقد انها تظل مهنه خارج نطاق المهنه الحقيقيه اللي توصي على الاخلاص، على الجد، على المثابره، فما بالك والعمل هنا عمل كره قدم، يعني في فائز ومهزوم وكل انسان يرفض الهزيمه. ولكن وفق ايضا حسابات ماديه ايضا يعني اللاعب يلعب لا بس خلينا استاذ احمد، الماده امر لابد منه، هو جاء الماده، لكن في المقابل انا اعطيك ماده
وبحولك الى 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 الى, إلى لاعب محترف عندي في من ادبيات واخلاقيات كره القدم ان تكون مخلص لهذه المهنه. تفضل باذن الله. استاذ احمد مساك الله بالخير. هلا والله اخيرا نطقت اسمي عبد الكريم، انا حتى ابغى تسال لا يكون في نفس شيء يعني. لا 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 والله بس انا عادل محذرني اني اكون اتكلم شوي شوي ولا اكثر الكلام على اساس ما. لا والله من البدايه انا تفاجات كذا، كنت ابغى اسالك في بنهايه البرنامج لا يكون في نفس الشيء وانا مدري. لا لا بالعكس احمد اخو عزيز، لكن الفكره انه الاخلاص انه تحويل المهنه، تحويل اللعبه الى مهنه يعني ان يكون هناك قواعد، هناك مكافاه للمحسن، وهناك مرتبات منتظمة، هناك مكافآت على الأداء، هناك حسميات على عدم الأداء، تحويلها إلى مهنة إدارية داخل النادي. هذا الشيء لو حصل يكون اللاعب خلاص المهنة مثل الموظف اللي ما يستلم مرتباته ولا يستلم مكافآت ولا حوافز، ماذا تنتظر منه؟ تنتظر أن يكون مخلص مثلا للإدارة اللي هو يشتغل فيها؟ هذا الكلام غير صحيح. لا اللي استفزني كلمتك لما أنت تقول انتهى مثلا زمن الولاء للشعار، بالعكس الآن نعم الآن لا لا الولاء يكون إخلاص للشعار لا أحمد لا ومؤتمر الآن بيستلم مرتب. سابقا كان في عصر الهواء بلا مرتب وفي إخلاص وفي حب وفي انتحار في الملعب، وفي أيضا عندما يخسر تشعر أنه خسر مباراة وينتظر المباراة الثانية حتى يعوض الإخفاق، فما بالك اليوم والأمر بأجر يعني. لا لا أحمد أنا أقصد أنه انتهى الولاء للنادي بشكل مطلق وبدون أي شيء آخر، لأن بإمكاني أن ألعب في نادي آخر وأحصل الولاء للعبة نفسها للمهنة نفسها للوظيفة. أنا معك في النقطة دي أنه لابد من الولاء، أنا بتكلم معك في مسألة الولاء. لا الولاء يفترض أن اليوم الولاء مضاعف لأنك كنت على قولك الآن موظف في هذا النادي بتستلم مرتب من خلاله. الولاء للعبة نفسها وللأداء، أن اللاعب يكون ولاء للعبة يؤدي هذا الأداء سواء كان في الهلال في النصر في الأهلي في الاتحاد، لأنه يؤدي وظيفته مثل موظف في وظيفته، ما له علاقة في الجهة، انتقل لجهة ثانية سيؤدي بنفس العمل. يعني ولائك يكون لمهنتك نفسها اللي تدر عليك دخل وليس فقط للفانيلا. طيب أو يعني البعض أنا أنت صح، أنت صح عبد الكريم وأنا صح. طيب ماخذين راحتكم ومستغلين الموقف اليوم. يلا مستغلين عادل. طيب مالي الله يعين اليوم نعديها. طيب هذا وانا مسوي مع ابو يزيد اتفاق واستغرب قرر بالاتفاق على طول. خلينا نروح الان نشوف زميل عبد العزيز الحميد اليوم كان في ملعب الملز بكاميرا محموله، اليوم شاهد الملعب ايضا مشهد جديد من مشاريع هيئه الدوري للمحترفين، كما تشاهدون المطاعم والكافيتريات المعروفه ومن ايضا يعني المطاعم المعروفه والمقاهي ايضا اللي لها اسماء ايضا بسيط في السوق، وبالتاكيد يعني ربما هي احد الخطوات الجديده، ولكن هناك ما زال هناك بعض السلبيات تكون من هذه المشاهد من بعض الكافيتريات اليوم من الملعب التي ايضا اليوم ربما حتى اعطت متنفسا ولقت قبول عند الجماهير اللي بنشوف رايهم بعد شوي، لكن عندهم بعض الملاحظات على هالجانب. على الاقل ما كان في لا اطعمه فاسده ولا يعني ماكولات قديمه، يعني في اشياء يستطيعون ان يعني ياكلونها ويعودون مره اخرى لمتابعه جيده في الملعب. شفت اليوم المشهد هذا ابو يزيد؟ والله كانت في درجات الدرجه الثانيه وتحدثوا عنها كثير من المتواجدين، وكانت الحقيقه خطوه ايجابيه ومتقدمه جدا. نعم يعني ان يوجد مطاعم على مستوى عالي واكل يعني ممكن اي شخص ياكله بارتياح بدون ما يكون يعني متخوف او كذا، هذا شيء ايجابي. لكن الخطوه الثانيه يمكن اللي ان شاء الله نتمنى انها تكون، وهي يمكن انت ذكرتها، وهي مساله المخلفات وبواقي الاشياء هذه في ملاعب الدول المتقدمه، يمكن حتى في بعض الدول الخليجيه يكون هناك موجود في كل مقعد امامك كيس بلاستيك موضوع بحيث تضع فيه النفايات، تضع فيه كل شيء. بالتاكيد انه لن تكون يعني تطبق 100%، لكن على الاقل في حال وجوده تساعد بحيث انه بعد فتره يتعود الشخص انه امامه مكان يضع فيه النفايات، وبالتالي يساهم في تنظيف الملعب ايضا، خصوصا انه مثل الاشياء هذه يعني هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى، يعني تعرف ان النعمه لا يجب انها ترمى في مواقع ممكن الانسان يدوسها او كذا، ولكنها بالتاكيد خطوه جدا ممتازه، واحد المحفزات اللي تحفز الجمهور على الحضور انه في في وجود مثل هذه الخدمات، بالتاكيد انه سيكون الحضور ان شاء الله يعود لسابق عهده. بالتاكيد ونحن نساهم ان شاء الله في يعني مثل ما احيانا يعني نتحدث عن السلبيات، اذا كان في شيء ايجابي بالتاكيد سنبرزه. ولكن ايضا اخذنا راي الجمهور حول هالنقطه اللي اشادوا فيها، ولكن عندهم كان بعض الملاحظات، نتابع حديث الجماهير.
مطاعم وكافيهات اللي قاعد نشوفها اليوم. والله كويس يعني كان في تغيير دوري زين على قولتهم محترفين يعني كويس صار في تغيير صار فيها كافيهات جديدة صار في كذا بس في شيء واحد ليش ما تدخل جوا الملعب؟ يعني أنا ناكل هنا على الرصيف طيب حط كراسي نجلس عليها شوف المنظر كيف ناس جالسين على الرصيف ناس ياكلون ناس واقفين حتى هنا العساكر يمنعون يدخلونها طيب ايش الفائدة طيب انت حاطها طيب اختلفت عليك الوجبات بين القديمة والوجبات اللي شاهدتها اليوم؟ والله الآن أفضل الأفضل يعني أول بيبسي بارد حار بعد ولا لقيته بارد بس الحين الحمد لله كويس في تقدم يعني أكيد صارت أفضل يعني الوجبات تطورت صارت يعني المشكلة الحين صارت بس الزحمة شوي لو التنظيم وأماكن نقعد فيها يعني للأكل فوضى صارت بس كافتيريا وأشياء يعني تحسنت بشكل كبير الوجبات يعني الآن الوجبات صارت وجبات مختلفة ممكن تقدم لك غير البيبسي غير الأشياء أكيد مثلا صار فيه هوت دوغ صار فيه كروسان صارت بشكل أفضل حتى تقدم يعني صحية أكثر حسناها مغلفة يعني في تحسن واجب والله بصراحة ممتازة لكن يبغى لها توسعة لا بد يكون في توفير يعني أفضل من أساس المواد بالعكس أنا أشوف أنه ممتاز اختلفت عليكم طعم الوجبات أشكال الوجبات أكيد يعني الأول ما في إلا موية ولا تدخل لكن الآن يعني في تميز يعني أول ما كان في إلا فطيرة وعصير وكذا الحين تغيرت تحت أكبر وسعوها صار يبيعون أشياء ثانية وكذا يعني وشفت في أشياء كثيرة اختلفت عليك إيه اختلفت يعني في الحين تنوع يعني تقدر تطلب أكثر من شيء لكن أول ما في إلا فطيرة وعصير وكذا في المدرجات في خارج المدرجات في منافذ خارج المدرجات وفي داخل المدرجات كم قطعة من هذه ممكن تدور داخل المباراة؟ يعني تقريبا ممكن 500 كم عربية زي هذا تعتبر؟ في ممكن 10 ممكن أبو محمد كيف شاهدت الخطوة ورأي الجماهير يعني يقولون في بعض الأمور لو تحسن مثل بعض الجلسات يكون في كراسي يقدرون يأكلون عليها مثل هالأمور لكن على الأقل هي خطوة إيجابية حقيقة هي خطوة متقدمة بحساباتنا بل متقدمة جدا ومتأخرة بحسابات الآخرين لكنها تظل خطوة الألف ميل ولا بد أن نتعامل معها أيضا بأنها بداية عمل كنا نطالب به من فترات سابقة لكن طالما أنه بدأ العمل من اليوم فننتظر إن شاء الله أنه يكون لها امتدادات في ملاعب أخرى وتكون بصورة أفضل ما حدث اليوم هو خطوة لا شك زي ما قلت خطوة الألف ميل لكن ننتظر إن شاء الله نحن والجماهير الأكثر نعم على الأقل كما قلت هو تحرك نحو الإيجابية وأي تحرك إيجابي سنكون معه والسلبيات بالتأكيد سنكون معها حتى لا نتهم أحيانا بأننا دائما نركز على السلبيات فقط عموما نرحب في الاستوديو ينضم الينا الخبير التحكيمي للسعوديه الرياضيه كابتن علي المطلق كابتن مساء الخير اهلا وسهلا فيك مساء الخير اهلا وسهلا اخوي عادل شوف صوتك اليوم تعبان شوي ومسي على اخوي بيزيد واخوي الاستاذ احمد الشمراني ماخذين راحتهم اليوم وانت بعد بتاخذ راحتك اكيد باخذ راحتي كم مباراه اليوم عندك؟ عندنا ثلاث مباريات كلنا نتكلم طبعا الاشياء الرئيسيه وفي تفاصيل بعدين اكيد طبعا هي من جبال تقريبا جبنا مجمل المباراه ان شاء الله عاد بنكملها في ان شاء الله البرنامج نبدا بايش؟ بالاهلي والاتفاق الاهلي والاتفاق ان شاء الله نبدا مباراه الاهلي والاتفاق والطاقم التحكيمي للمباراه طبعا الطاقم التحكيم مكون من الحكم الدولي عبد الرحمن العمري ويساعده عبد الله شلوي ومحمد العبكري والحكم الرابع اللي هو عبد الرحمن المالكي هذه الحاله الاولى حاله شوف الحاله الاولى هذه الحاله الاولى طبعا بدقيقه 8 طبعا الحكم اشهر بطاقه حمراء للعبه نشوفها هل تستوجب طبعا التعليمات للاتحاد الدولي واضحه صريحه طبعا هنا قفز على اللاعب المنافس اذا بطاقه حمراء اللعب العنيف قرار سليم من الحكم بدون أي تردد أنا ما أنتظر حتى يبعد اللاعب يعني نهائيا من الملعب ولكن هنا في قفز افترض على الحكم إشارة بطاقة الحمراء وهذا حصل من الحكم قرار سليم من الحكم إيش يسمى هذا تهور ولا لا هذا اللعب العنيف ضمن اللعب العنيف طيب على العلم أنه ما دخل على الرجل هو رايح الكورة نعم لا دخل على الرجل حصل تلامس فيه طيب عموما هذه الحالة الثانية نشوف الحالة اللي بعدها طبعا احتساب الحكم مخالفة صالح فريق الأهلي طبعا في اعتراضات من اللاعبين الحكم يستدعي اللاعب اشهر بطاقة الصفراء اللاعب هنا نشوف هنا طبعا مخالفة صحيحة ولكن الحكم اشهر بطاقة اعتراضات اللاعبين هنا اعترض اللاعب واضح واشهر بطاقة هنا نشوف الحالة اللي بعدها
هل يوجد لمس للاعب هنا؟ هنا لعبة الكرة، طبعا الكرة لم تلمس يد اللاعب، نشاهدها بشكل واضح. طبعا الكرة لمست اللي هو الفخذ أو قدم اللاعب ولا يوجد لمس للكرة. أتمنى أن نأخذ الحالات يعني بشوي شوي واحدة واحدة لو تكرمتوا. تفضل، هذه الحالة اللي بعدها. الحالة اللي بعدها نشوفها من بدايتها. طبعا أشهر بطاقة صفراء، ولكن الحالة ترى الآن نشوفها الآن هنا. طبعا هنا مخالفة في ماسك من اللاعب، نشاهد ماسك من اللاعب، واسقط اللاعب طبعا ضمن الهجمات الواعدة، وتعتبر مخالفة. قرار الحكم صحيح في إشهار البطاقة الصفراء. نعم. طبعا حتى الحكم مساعد تفاعل معه وأشهر اللي هو أعلن عن المخالفة. طيب نشاهد الحالة اللي بعدها. الحالة اللي بعدها شباب، طبعا هنا حالة تسلل أعلن عنها المحكم المساعد الأول. نشاهد الآن هل يوجد تسلل لحظة لعب الكرة. قرار لحظة لعب الكرة كان موقف موقف اللاعب سليم وتمركز الحكم سليم، ولكن لم يربط الحكم اللعبة مع اللي هو اللاعب. نشاهد أن اللي هو قدم لاعب الأهلي متأخرة للخلف إلى مرماه، إذا مفترض الحكم يسمح باستمرارية اللعب للكرة هذه ولا يعلن عن التسلل. طيب إذا حالة ليست بتسلل. الحالة اللي بعدها، هذه مجمل المباراة الأهلي والاتحاد. طيب هذه آخر حالة، نروح للمباراة الثانية، الهلال والرائد. الهلال والرائد طاقم تحكيم سعودي، أيضا طاقم تحكيم سعودي عبد الرحمن العمري على فكرة هو من أكثر الحكام اللي قاد مباريات. طبعا عبد الرحمن ومجموعة من الحكام، ولكن عبد الرحمن ممكن يتميز بالمباريات اللي تكون دائما جماهيرية لكنه أجاد في المباراة. جيد عبد الرحمن، جيد جدا. هو اللي كان الحل المثير ربما هي حالة الاستبعاد، طالما هو قرار صحيح إذا نعم، يمكن ما في حالات كثير يعني عليها كلام أو عليها جدل. خلينا نشوف مباراة الهلال والرائد والحالات التحكيمية اللي أيضا جاءت فيها ربما من أبرز الأشياء. مشاهدة طبعا الحكم سعد الكثيري، عبد العزيز الكثيري، زياد المنصور، ومحمد القرني حكام المباراة. نعم. عندنا أول حالة بدقيقة 24 شاهدها الآن هنا. هنا الحكم تمركز الحكم، طبعا الحكم أنا المسافة بعيدة، الحكم يعتبر مسافة بعيدة بينه وبين اللاعب، مفترض يجي أمام هنا، ولكن الصورة اللي واضحة هنا مفترض احتمال مخالفة بطاقة صفراء للتهور. يعني الكابتن محمد الشلهوب يمكن من أقل الناس اللي يرتكب المخالفات، ولكن هذه استوجب بطاقة صفراء للتهور، ولكن هو من أقل اللعيبة اللي يرتكب المخالفات. مشاها الحكم. نعم مشاها الحكم. أول مرة. يعني ما توقع من محمد الشلهوب اللي يرتكب المخالفة. دقيقة 28 شاهد الحالة. هنا مخالفة احتسبها الحكم، قرار سليم، ولكن نشاهد طبعا اللاعبين تصادم مع بعض. نشوف الحالة، استوجب بطاقة، هنا دخول بتهور من لاعب الهلال. طبعا الحكم هنا احتسب المخالفة، ترى اذا اشهر البطاقه، انا ما شفت البطاقه، ولكن اذا يجب اشهر البطاقه للتهور. ما فيها بطاقه، ما اشهر البطاقه، ترى الحكم يدخل بالنسبه للعبه هذه يشهر بطاقه صفراء بدون تردد. نشاهد الحاله اللي بعدها. هنا طبعا هنا نفس الشيء، دخول بتهور من لاعب الرائد. طبعا في لعبات مفترض الحكم ما تفوت عليه زي اللعبات هذه، ترى هذه خلاص. طبعا هنا شوف دخول بتهور على قدم اللاعب، هنا يعني ما قصد الكرة، هنا دخول بتهور، إذا افترض إشهار بطاقة صفراء، ولكن لم يشهر البطاقة الصفراء. هذه يسمونها تهور مو عنف. تهور لا تهور لا. يعني عندنا ثلاث لعبات لم تشهر بها البطاقة، ولكن يستوجب على الحكم أن يشهر البطاقة. مشاهد الحالة اللي بعدها 62. هذه ركلة الجزاء. لا هذه المخالفة على الإمانة، نشوفها. طبعا الحكم عاد وأشهر بطاقة صفراء، أخيرا كابتن سعد أشهر بطاقة. هنا شوف دخول بتهور على القدم، حتى قدم اللاعب نشوفه على الأرض. نشوف الآن هنا دخوله، هنا قدم اللاعب الهلال مشي اللعبة، دخول بتهور إذا تستحق البطاقة الصفراء. نعم مخالفة تستحق البطاقة الصفراء. طيب. آخر حالة في المباراة دقيقة 77 نشاهد الحالة هذه، شوف الدخول، إذا بطاقة تستحق الصفراء. شاهد الآن هنا. طيب الحالة اللي هي حالة ضربة الجزاء الآن اللي بسكبر. نشاهد على الحالة الدقيقة 77 التوضيح.
تجينا من زوايا ثانية. احتسب الحكم ركلة الجزاء مشاهدة الآن. هنا في الحالة طبعا لاعب الهلال حاول اللي هو استمرارية في اللعب، ولكن لاعب الرائد اللي حاول اتكاء على اللاعب الخلف. تقصد هذا ولا الآخر؟ الـ 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 اللي وراه الخلفي الآن نشاهد الآن، مو اللاعب هذا، اللاعب اللي من الخلف وقدم اللاعب اليسرى. شوف هنا اللي هو أعاق اللاعب هنا، إهمال من لاعب الرائد يعتبر ضمن وتندرج ضمن الإهمال. إذا مخالفة صحيحة وركلة جزاء صحيحة، طبعا خطأ من الأخطاء العشرة وليس وجود اللي هو لبطاقة صفراء. إذا هذه يحسبها الحكم قرار سليم ركلة جزاء، ولكن لا يدخل فيها اللي هو البطاقات أو القرارات الإدارية. نعم هذا آخر آخر حالة في المباراة. طيب. المباراة اللي بعدها مباراة هجر والفتح الديربي، فيها 6 أهداف. نعم في حالات كثيرة والله، فيها 8 حالات. طيب مخففين شوي. طيب نشوف المباراة الهجر والفتح، أيضا هي مباريات الطاقم السعودي يديرها، نشاهد طاقم التحكيم لإدارة المباراة. هذا طاقم التحكيم ظهر امامنا اللي هو فهد العريني، خالد الدغيري طبعا كلهم دوليين، خالف بزيد المهنا اللي هو درجه ثالثه ثانيه قصدي، وشكري الحنفوش اللي هو درجه ثانيه. طبعا هذول محكم مستقبل ان شاء الله. نعم نشاهد اول حاله في المباراه. هنا طبعا المخالفه، احتسب الحكم ركله جزاء، كان موقع الحكم سليم واحتسب المخالفة. طبعا في اعتراضات من اللاعبين، ولكن يبقى القرار سليم من الحكم فهد العريني. هنا شوف الدخول، دخول بتهور، هذه مفترض اللي يجب عليها الإشارة بطاقة صفراء. نعم للتهور، ولكن الحكم ما أدري هو الإشارة بطاقة، ولكن العقوبة الانضباطية لازم تكون فيها بطاقة. نعم طيب مشاهد الحالة اللي بعدها دقيقة 33. هنا حالة طبعا الحكم هنا لم يحتسب المخالفه، هنا لم يحتسب المخالفه ولا احتسبها، نشوفها احتسبها ام لم يحتسبها. شاهد الان مشي اللعبه، مشي اللعبه يا شباب. هنا في دخول، هنا شوف دعس على قدم، هنا تهور من لاعب اللي هو هجر على لاعب الفتح، هذه مفترض مع احتساب المخالفه بطاقه صفراء. ايوه تهور من اللاعب. طيب ونشاهد الحال اللي بعدها بدقيقه 35. هنا طبعا مخالفة صحيحة يعتبر ضمن الهجمات الواعدة أو الناجحة، ترد على الحكم إشهار البطاقة الصفراء، قرار سليم من الحكم في احتسابها الآن. نعم. ولكن ينقص القرار الإداري. نشاهد الحالة اللي بعدها دقيقة 51. طبعا تسلل أعلى المساعد الأول عن حالة تسلل، هل الحالة صحيحة؟ شاهد الآن هنا موقف اللاعب الفتح متقدم على اللاعبين، هنا طبعا مرت الكرة له، مشي اللعبة. إذا تمركز الحكم مع آخر ثاني مدافع قرار سليم، وأعلن عن اللي هو حالة تسلل اللي هو الحكم خالد الدغيري، قرار سليم من الحكم. طيب هذه الحالة اللي بعدها نشوف الحالة اللي دقيقة 60. طبعا هنا ما احتسب الحكم مخالفة، هل تستوجب المخالفة قرار؟ نشاهد الآن طبعا فيها إهمال هنا من اللاعب، شوف إهمال هنا، ولكن مخالفة خطأ، تستوجب مخالفة خطأ من الأخطاء العشرة، ولكن طبعا حصل بعد أعتقد اللي هو اشتباك من اللاعبين. شوف اللي بعده يا شباب، اشتباك من اللاعبين، يمكن اعطى تحت الفرصه لان الكره كانت الزميل، مفترض ما يعطي تحت فرصه هذه يا استاذ عبد الكريم، لان الحكم في منتصف الملعب والفرصه ما تفيد الفريق، ولكن مفترض على الحكم انه يحسم المخالفه هنا ويعطي اذا في عقوبه اداريه او انضباطيه، ولكن الحكم لم يحتسب المخالفه. هنا طبعا حدث تشابك بين اللاعبين، لاعب الفتح لاعب هجر، طبعا اشهر بطاقه، طبعا من المطرف الطريف انه اللاعبين كلهم الرقم 25. طبعا شاهد الحالة بدقيقة 70. نشاهد الحالة، طالب بطاقة، طبعا الحكم قريب، هنا مخالفة طبعا خطأ من الأخطاء العشرة طبعا باليد هنا الذراع،
احتسب الحكم مخالفة قرار سليم من حكم المباراة. نشاهد الحالة الأخيرة في المباراة. طبعا هنا نشاهد التمركز الحكم المساعد، طبعا الحكم الخلف زيد من الحكام المميزين، ولكن نشاهد هل طبعا اللاعب عاد من الخلف. طبعا هنا من اللحظة هنا طبعا يعتبر عائد من الخلف والمشارك في اللعب الناشط الفعال، مفترض الحكم الإعلان عن التسلل في هالحالة. ما حسب. نعم ما حسب التسلل، مفترض يعلن عن المخالفة اللي هي تسلل على لاعب حجر. هذه آخر حالة عندنا في المباراة. طبعا عندنا بكرة 4 مباريات، الله يعين، هذه اليوم 3 مباريات طولنا فيها، ولكن اعذرونا طبعا لازم نطلع جميع الحالات المطلوبة. لا بالتأكيد، عشان لأنه احنا بنوقف أيضا في قيد، يمكن بعد العيد حترجع في البرنامج طبعا ان شاء الله. عموما شكرا لك كابتن على تواجدك. يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا لك. شكرا للكابتن علي المطلق الخبير التحكيمي. الجزء الاول انتهى، سنتوقف ثم نعود بعد الفاصل لمتابعه الجزء الثاني من الملعب. وفيه غدا تستكمل الجوله 8 والشباب والنصر القمه المنتظره. كوستاس النصر لا أفكر في الإقالة وعودة الثلاثي قوة إضافية. برودوم الفرق تلعب أمامنا بقوة مضاعفة والاتحاد فرح بالتعادل معنا. الاتحاد يعود إلى المحلية وجماهيره تترقب بعد الخسارة الآسيوية. المنتخب الشاب يختبر قوته أمام منافسه العراق غدا. اسمعونا، الجماهير تتحدث للمرة الثانية عن الإعلام. الملعب تيوب الالتراس الهلالي تنظيم وأداء. اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب. نرحب بضيفينا عبد الكريم الجاسر واحمد الشمراني مع حفظ الألقاب. نعود إلى ما تبقى لدينا اليوم. كما قلنا شهدت مباراة الفتح وهجر هدف ربما يسجل في التاريخ، حيث حتى الآن وحسب ما يعني إحصاءاتنا هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ الدوري السعودي حتى الآن. سنتابع الآن فقط يعني محاولة حساب الوقت لهذا الهدف بالضبط في أي ثانية، كما هو في ساعة الملعب كان في 10:00. خلينا نشوف الهدف مع بعض حسب ساعة أيضا وضعناها نحن للتأكد بالضبط متى كان الهدف. الزميل فهد الودعان، إذن هو في 10:00، وليد الجزاني في 12:00 حسب ما أذكر، جمال محمد زميل غنم القحطاني يقول لي في 16:00، إذن هو أسرع هدف حتى الآن في تاريخ الدوري، وبنحاول نتأكد خلال اليوم وبكرة إذا كان في هدف ربما سقط سهوا. عموما الفقرة الأسبوعية فقرة اسمعونا، وهي الفقرة التي هي تعتبر منبر للجماهير. الأسبوع الماضي كانت الجماهير تتحدث عن الإعلام والإعلاميين وكثير من المسائل. شاهدنا أن الموضوع يستحق يكون فرصة أكبر، والجماهير طلبت أنها تتكلم بشكل أكبر عن هذا الموضوع لأنه موضوع يستحق الطرح. فأثرنا أن يكون أيضا الحديث هذا الأسبوع عن الإعلام والإعلاميين. الزميل خالد الحيدان ذهب إلى الجمهور وتحدث معه عن الإعلام. الإعلاميين تطوروا أكثر من السابق، صار عندهم نقد بناء، هذا أهم شيء الآن قاعدين نشوفه، إن شاء الله أنهم في تحسن أكثر. والله بصراحة الإعلام كويس. والله فيه أدوار خاصة بعض القنوات،
ولكن صارت تحمل الغث والسمين الحين. أداهم يعني ممتاز. أنا توجهتهم أكثر للفرق يعني للي يشجعون. لا بأس بهم، ما أقول راضي عنهم. أول ما أحب أتكلم عن الإعلام بشكل عام، الإعلام عندنا كان أول يعني أول من طالب احترافية الأندية إن هي راح تكون هي طريق التطور للرياضة بشكل عام، ولكن للأسف تطورت الأندية ولا تطور الإعلام عندنا بنفس القدر اللي تطورت فيه الأندية. يعني نسبة بسيطة. أنا أعتقد إنه ما في حياديين عندنا إلا في حالة واحدة، الإعلام يصير حيادي في حالة واحدة إذا فاز المنتخب. أما في حالة الأندية وهزيمة المنتخب ما أتوقع في حيادي، يعني كل واحد يمثل رأيه، وياريت يمثل رأيه الشخصي بعد، يمثل رأي ممكن يقول في شلالية شوي عندنا في الإعلام فيمثل رأيهم أكثر ما يمثل رأيه. نسبة قليلة تقريبا 30%. والله تشوفه يعني مقرب للنادي المحبوب اللي فيه يعني، يعني وتقريبا تشوفه يعني مثلا يعني يكون مقرب للفريق اللي هو يعني ماشي معه أو شيء زي كذا. لاحظ أسلوب نقده أول شيء النادي أو الانتماء ونقده للغير. واضح من كلامه أنه يميل لنادي معين يأثر. بعض الناس يعني اللي ما يعني فاهم في الرياضة كثير يتأثر، يسمع كلامه ويردد كلامه، ممكن يكره نادي معين بسبب هذا الإعلامي. يأثرون في إيجابيات في سلبيات. يعني بعض الكتاب هذول عرفت يعني مثلا يسببون إشكاليات للفريق الثاني يعني شيء زي كذا. أكيد، بس يعني الوعي زاد شوي، الناس صارت تقرأ أكثر تعرف أكثر من أول، لكن يأثر أكيد إنه يأثر. في موجودين بعض الكتاب يعني يقولون شو اسمه الجمهور يعني ناس تفكيرهم سطحي أو شيء زي كذا. في بعض الإعلاميين ممكن يكون عامل خبرة عنده كبير ومجبور إنه يكتب، فيكتب بس ما في شيء، يعني أنت في النهاية ما تحس إنك يعني تقرأ المقال اليومي له أو الأسبوعي بس ما تحس إنك استفدت شيء. في النهاية هو قاعد يتكلم كلام الشارع بدون ما يبدي وجهة نظره، يبدي وجهة نظر الناس. طب الناس عارفة وجهة النظر، يعني ما هي محتاجة انك تفسرها اكثر. تتمنى منهم يعني يكونوا الناس واضحين، يعني شغل الحيادية او شغل العنصرية او التخريب على الاندية الثانية. اطلب منهم اللي كانوا يطالبون في الاندية، كانوا يطالبون الاندية باحترافية، الان مطلوبهم هم يرتقون لمستوى الاندية. ما ادري كيف وصلوا، بس كلهم محترمين ان شاء الله. نحترمهم. احترمه اذا مثل رأيه وكان صريح، وما احترمه اذا كان يمثل راي غيره وهو يعني هو ما له راي. بالنهايه هو ليش اعلامي؟ اذا كان هو ما له راي ليش صار اعلامي؟ والله اتمنى انه يكون يعني يكون يحب الكره السعوديه، يعني اتمنى منهم الشيء هذا، يعني يكونون لهم روح واحده. يعني ما في اعلاميين يتكلم عن شيء يعني تحسه يعني هو قاعد يقدم شيء يوصل لك فكره انت ما كنت منتبه لها، لانه هو اعلامي. هذا يفترض، هذا يفترض انه اعلامي يبين لي شيء انا ما اعرفه، مو بينقل لي شيء موجود. شكرا للزميل خالد الحيدان. هذه الفقره دائما تعودنا ما يتدخل فيها المونتاج، يعني في مهما كانت الاراء قاسيه وربما تكون بعض الاراء يعني تكون بسيطه، نحاول ان نظهرها كما هي. احمد الشمراني اتوجه اليك. الحقيقة في بعض يعني الجماهير يحسك فعلا انه واعي قاعد يتكلم وعارف ايش قاعد يقول. يقول بعضهم انه احنا نطالبهم، هم الاعلاميين كانوا والكتاب كانوا يطالبون بالاندية بالتطور والاحتراف، في المقابل هم لم يتطوروا ولم يعني يكونوا محترفين على القدر اللازم مثل ما تطورت الاندية واصبحت محترفة. والله عادل، هو يبدو ان الاعلام هذه الايام توزع دمه بين القبائل، يعني ما بين انديه وما بين مسؤولين في الاتحاد السعودي، ما بين ايضا جمهور، وفي النهايه ما ندري وين رايحين. لكن لا نملك امام هذه الاطروحات الا نحترم وجهات النظر ايا كانت قسوتها. انا مع الاراء اللي بتؤكد احيانا بان هناك غث، لكن في المقابل ايضا هناك سميم في الاعلام. هم بيركزوا الان على النواحي السلبية، يركزوا على مسألة. حتى الأخ اللي كنت أتمنى أني أعرف اسمه كان بيتكلم أعتقد بوعي، لكن الرجل برضو ما ركز على الأساسيات اللي من خلالها يوصل نقده. هو بيقول أنه الإعلام كان يطالب باحتراف الأندية وهو مو محترف. الآن الأندية متى الأندية احترفت؟ الأمس وإحنا نطالب بضرورة الاحتراف وبنقول أنه الأندية هواو بيسيروا الاحتراف. فهذه نقطة تسجل عليه ولا تسجل لها. بالنسبة للإعلام، أنا أعتقد أن الإعلام الآن
الى 60% منهم محترفين الان متخصصين ما بين تحليل ما بين انتماء لصحف ما بين كتاب مستقلين زوايا يوميه، لكن انا مع وجهه النظر اللي تؤكد ان هناك سلبيات كثيره، اي عمل لا يخلو منها اعلام. انا لا شك يا ابو تركي وعبد الكريم هو عارف الشيء، اعلامنا في فتره من فترات ربما عوض اشياء كثيره في لحظه غياب لا 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 الانجازات، ومن ضمن الفتره الحاليه بحضوره القوي احيانا. طيب لكن على الاعلام انا ايضا مثالب، يجب ان ما واحنا نتحدث عنه لا ننساها. مع مساله الميول موجوده، مساله التعصب لنادي موجود، مساله الاحاديه في الطروحات موجوده، لكن في المجمل هناك اراء تصيب وهناك اراء ايضا لا تصيب. القارئ الان او المشاهد او المتابع يعرف انا اميل لاي نادي. لك عبد الكريم الان لما قدمته ما قدمته ككاتب رياضي، قدمته كاعلامي كمدير مركز اعلامي وعضو مجلس اداره بنادي الهلال، فبالتالي العمليه اصبحت واضحه، هو بيكتب عمود في الجزيره، فهل هذا الطرح بينظر له القارئ ذا بانه طرح رجل محايد ولا طرح يعمل في اداره الهلال؟ انا كاحمد شمراني معروف بأهلاويتي طبعا، وسبب ان علمت في اكثر من مجال واخر ما علنا معك الان يا ابو تركي، لكن المهم ماذا يقدم احمد الشمراني؟ طيب. هناك مثلا اخطاء في كتاباته، هناك انتماء معلن، انا اقول لك نعم في انتماء. طيب ابو يزيد برايك انه شفت الاراء هذه وهي راي جمهور بالتاكيد لا نملك ان نحترمها كما قال ابو محمد، لكن هل ترى بانها كانت اراء قاسيه وتحت موجه ال احنا شاب يحب الانتقاد كثير ويبحث دائما عن السلبيات ما يحب يثني، مع ان بعضهم اثنى في البدايه، ام انها فعلا واقع تكلموا عنه؟ لا والله بالعكس، انا سعيد اني سمعت الاراء هذه، وانا اعتقد ان هذا من اجمل التقارير اللي قدمت، لانه قدم شريحه واعيه من الجمهور الرياضي السعودي على مستوى كبير من الوعي ومن الادراك ومن المتابعه ايضا. يعني القضيه ليست قضيه ميول، يعني كل انسان حر فيما يعني في النادي اللي ينتمي له والجهه اللي ينتمي لها، لكن القضية قضية رأي، ما هي ما هو هذا الرأي وماذا يقدم هذا الشخص؟ هذا الشيء المهم اللي يجب أن يركز عليه. يعني ملاحظ أن احنا يمكن في الفترة الأخيرة كان أصبح التركيز على الميول أولا قبل حتى وصلت إلى اللجان، يجب أن يكون فيه ناس ميولهم هلالية وناس ميولهم كذا وناس ميولهم كذا، ولم يعد هناك دور للكفاءة ولا للمستوى الفكري ولا للمستوى الذهني ولا لما يقدم الشخص ولا الرأي ولا الرؤية ولا التصور. كل هذه الأمور أصبحت يعني في الدرجة الثانية. الدرجة الأولى هو انتماء هذا الشخص وتوجهه، وبعدين أحكم عليه وهذه الحقيقة هنا إشكالية كبيرة. أنا أتصور أنه إحنا يجب أن نعود إلى ما كنا عليه سابقا، يعني نقيم الرأي بغض النظر عن ميول صاحبه، إذا كان هذا الرأي صالح ويصب في المصلحة العامة فهو الرأي الصحيح، إذا كان يصب في اتجاه آخر يتم تجاهله وعدم الأخذ فيه، وهذا شيء سرنا عليه سنوات طويلة. لكن للأسف أن الفترة الأخيرة أصبحت تقيم بانتمائك للنادي الفلاني أو النادي العلاني وليس لما تطرح وللرؤية اللي يجب أن تكون للمصلحة العامة قبل الانتماء للنادي. يعني كل من تشجع أقول لك من تكون، هذه طيب. للأسف عموما بالتأكيد نحترم هذه الآراء الجماهير، وفي النهاية هذه الفقرة هي خاصة ومنبر لهم، نحاول كل فترة نطرح موضوع يعني يتحدثون عنه. في غدا إن شاء الله سوف تستكمل الجولة الثامنة من دوري زين، وبالتأكيد كما كان هنالك اليوم قمة، غدا قمة منتظرة أيضا بين الشباب والنصر، هذه المباراة التي بالتأكيد هي من أهم المباريات في هذه الجولة على مستوى الفريقين. عفوا بدأت البطارية تخلص شوي. المدير الفني للشباب رودوم عقد مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي، وقال في المؤتمر بأنه يلاحظ أو لاحظ أن كثير من الفرق تلعب أمام الشباب بقوة مضاعفة، إضافة إلى أن هذه الفرق لديها حلول للعب ضد فريق الشباب باعتباره متصدر يثير الانتباه. أكد أيضا أنه يعني يستشهد بأن الاتحاديين فرح الاتحاديون كثيرا بالتعادل أمام الشباب، هذه من ضمن الأشياء التي أيضا أكدها فيما يخص هذا المؤتمر. début de championnat un peu plus difficile. أكيد مباراة هذه مباراة يعني تعتبر ديربي الرياض، يجمع بين فريقين منافسين، نستنى الكثير من المباراة هذه. بالنسبة للأسئلة الأولى أتوقع بأن الاتحاد ما لعب مباراة، مدرب النصر في المقابل أكد أيضا في المؤتمر الذي حضرناه أيضا بأن أنه جاهز للمباراة غدا، وقال ان عوده الثلاثي عنتر يحيى واخوان مارسيل وحسين عبد الغني بالتاكيد ستشكل اضافه قويه
للفريق وهم أصحاب تجربة حول عدم ظهور المستوى الفريق بالمستوى، قال: لم نلعب طوال المباريات الماضية بتشكيلة ثابتة، وهناك فرق في الدوري لديها نفس المشاكل، ولكننا حاولنا الحفاظ على استقرار التشكيلة. وللاشتغال على الأخطاء التي ارتكبت في المباراة الأخيرة، سيلتحق بنا في هذه المباراة عنتر، ميرسيير، والكابتن حسين، وهم لاعبين ذوي تجربة. في الشباب تحدث منسوبه قبل هذه المباراة، نتابع. وانا عارف يعني في جلسه، وانا عارف تحديدا الوضع اللي بين النصر والشباب بصراحه، عشان اكون معك واضح وصريح، انا عارف التنافس اللي خارج الملعب، لكن انا وزملائي ان شاء الله كلاعبين، سواء احنا شباب او نادي النصر، ان شاء الله حيكون تنافسنا داخل الملعب شريف باذن الله تعالى، ونقدر ان شاء الله، هذا اهم شيء، نقدر نقدم ان شاء الله، نقدم صوره ان شاء الله تلف بسمعه الكره السعوديه، اللي احنا في الصراحه الفتره الاخيره يعني فاقدين المتعه في الدوري السعودي، وان شاء الله يعني قادرين احنا زملائنا في نادي النصر ان احنا نمتع الدوري السعودي ان شاء الله. الحمد لله يعني كلهم نجوم كبار، سواء تفاريس او نافع القاضي، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني كلنا قادرين ان شاء الله انه قياده فعلا الشباب ان شاء الله. بالفعل المره هذه هناك هدوء، وهناك تركيز اكثر على داخل الملعب اكثر من خارجه. نتمنى أن تخرج مباراة يعني بتحفة جمالية فنية رائعة جدا تعكس قوة الفريقين في الدوري السعودي. فريق النصر حقيقة في آخر المباريات كان يقدم مستوى لكن بدون نتيجة. في مباراة الاتفاق أنا شاهدتها النتيجة لم تعكس أبدا مستوى نادي النصر. نادي النصر كان ضاغط طوال الفترة الماضية، استغلوا الفريق الاتفاقي الفراغات الكبيرة في دفاعات النصر لتقدمهم لحالة تعديل النتيجة، واستطاعوا تسجيل الهدف الثالث. احنا اللي رد عليهم اقول يا تحضرون او تشوفوا بالتلفزيون كيف عدد الجماهير نادي الشباب في ازدياد، والله الحمد هذا الشيء يثلج الصدر، وهذا الشيء له مردود واثر ايجابي على اللاعبين انفسهم اللي استطاعوا انهم يقدموا مستويات جيده في الدوري، استطاعوا ان ينتصروا 6 مرات يتعادلوا مع وصيف العام الماضي، هذه كلها نتائج ايجابيه ساعدت على حضور الجمهور. هناك حضور جمهور للشباب ولكن كسر الحاجز بسبب المستويات اللي تقدمها نادي الشباب. ملتزمين بالمقاعد الموسم هذا؟ لا جديد ابدا، احنا نادي النصر اشقاء واخوان ولا نختلف على المقاعد، الاثاره نريدها داخل الملعب. في النصر يواصل النصر تدريباته استعدادا للمباراه، حضرنا ايضا التدريبات، وكان هناك حديث ايضا للاعبين محمد عيد ومارسير. هذه التدريبات الأخيرة، الآن سنتابع اللقاءات. الشباب يعني مباراة قوية، نادي الشباب يعني فريق كبير، ونادي النصر برضه فريق كبير، إن شاء الله بإذن الله يعني عازمين إن شاء الله بالروح اللعيبة، إن شاء الله نقدم إن شاء الله مستوى في مباراة الشباب ونتيجة في نفس الوقت، وبإذن الله إن شاء الله أن نسعد جمهورنا إن شاء الله بإذن الله يا رب. بالعكس يعني ما في خلل في الدفاع النصر، يقول لك يعني إذا ما سجلت يسجل فيك، هذه هي كرة القدم. إن شاء الله يعني أن نعد الأخطاء اللي ارتكبناها في المباراة اللي راحت، وإن شاء الله أن نقدم مستوى طيب إن شاء الله. إذا الأجواء إيجابية مع رجوع اللاعبين المصابين، التمارين كانت جيدة، وإن شاء الله نعيد جماهير. أظن هو لا يمكن أن يعد بأي شيء، يعني مو دوره أنه يعد فقط أنه يلعب داخل الملعب ويؤدي 100%. بالمناسبة حصل تغيير في القناة الناقلة لمباراتين، طبعا الشباب والنصر على القناة الأولى مع استوديو تحليل الكابتن يوسف خميس عبد الرحمن الرومي، الفيصلي والأنصار على الثانية، التعاون نجران على الثالثة، القادسية والاتحاد على الرابعة. الاستوديو إن شاء الله بيكون معي بالمباراة، يعني الفيصلي والأنصار والقادسية والاتحاد هي اللي تم تغييرها، كان مفترض القادسية على الثانية فقد تم التغيير لأن الاستوديو تحول إلى الملعب، فقط للتنويه إذا القادسية والاتحاد بتكون على القناة الرابعة قد إن شاء الله مع استوديو تحليلي من الملعب. أبو محمد بشكل مختصر الشباب والنصر شو نقدر نقول عنها مباراة
متوقع تكون ممتعة ولا مكان زي ما كانت الأهلي والاتفاق اليوم؟ والله قبل أن نتحدث عن المباراة وما هو المتوقع المأمول منها، بدي أنا أشيد بالخطوة الجميلة والخطوة اللي تسجل الآن للإعلام يعني المرئي وبالذات القناة الرياضية السعودية اللي تقدم لنا الآن أراء أبناء الملعب اللي هم اللاعبين هم المدربين وهم هذول اللي يعتد بآرائهم ويستعد. هؤلاء طبعا عندما يتحدثوا يتحدثوا كجزء من 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 اللعبة أو هم كل اللعبة يعني، حتى أحاديثهم متزنة هادئة فيها احترام فيها وعي فيها عبارات ورسائل متبادلة بين اللاعبين جميلة. في مثل هذه التصريحات هي اللي يجب أن نحتفي بها وهي يجب أن تستمر لأننا مللنا من الإثارة يعني. الموسم الماضي وأنت تعرف كانت إثارتنا خارج الملعب يا في المدرجات يا في الإعلام وداخل الملعب يعني اختفى تماما. الآن مثل هذه التصريحات عاد أو كرة القدم عادت إلى وضعها الطبيعي وهو هذا السائر في كل أنحاء العالم. المتحدثين دائما يا مدربين يا لاعبين. صحيح. أعود للمباراة من خلال طبعا تصريحات المدربين ومن خلال تصريحات اللاعبين يحترموا بعض يقدروا بعض كل فريق يعني حاسب حساب الفريق الآخر، لكن أعتقد بأنها بالنسبة للنصر تحديدا هي الخروج من عمق الزجاجة. تعرف أن النصر الآن وهذا الموسم بالذات قبل البداية كان هناك طموحات وآمال، بدأ الموسم وتعرض الفريق لخسائر عدة ومن ضمنها ضغوط إدارية ضغوط شرفية. فهذه المباراة إذا 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 النصر خرج منها فائزا فربما تصح أشياء كثيرة، لكن الخسارة باعتقادنا بتزيد الأمور تعقيدا. على مستوى الشباب الآن يعتبر أفضل فريق في الدوري السعودي عطفا على النتائج عطفا على الاستقرار عطفا أيضا على الخطاب الإعلامي الهادي اللي يحيي الآن هذا العام تحديدا في نادي الشباب. أتمنى من كل قلبي أن نشاهد كلاسيكو على مستوى عالي، أتمنى أن نشاهد مباراة تليق بالنصر وبالشباب، وفي النهاية كلنا بنصفق للفائز وبنواسي المهزوم. كنت أتوقعها شخصيا عطفا على ما يدور حولنا الآن ربما أتوقعها تعادل. طيب ويزيد صعب أن نكون مباراة بين النصر والشباب وتكون هادية على المستوى الفني أقصد؟ بالتأكيد أنه تعودنا في السنوات الأخيرة أن مباريات الشباب والنصر دائما على مستوى عالي من القوة والإثارة وأيضا من الأصداء الإعلامية المتابعة لها، ولذلك يعني المباراة مرشح أنه بعد المباراة ممكن يكون في بعض التصريحات القوية حسب أحداث المباراة. لكن بشكل عام الفريق النصراوي يتصور أنه يعني مرشح أن يكون له كلمة في المباراة من خلال تكامل صفوفه بعودة بعض اللاعبين المهمين زي ما قال المدرب أنه حيكون في الأرجنتيني مارسيل وحسين عبد الغني ويحيى عنتر، يعني أعتقد أنهم لاعبين أو عنتر يحيى لاعبين مهمين جدا، وبالتالي النصر خرج من خسارة أمام الاتفاق بثلاثة أهداف فيكون يعني سيبحث عن تجاوز هذه الخسارة. الشباب أيضا ما في شك أنه فريق قوي فريق متصدر الدوري ولديه يعني صفوف متكاملة، وبالتالي نتوقع أن تكون مباراة على مستوى عالي جدا داخل الملعب وهو الأهم، واللي حتى الآن تؤكد الشواهد أنه سيكون الأداء داخل الملعب فقط. صحيح. أما ما يخص المباريات الغد بس نشوفها مع بعض، من اللي حيلعب بكرة وأيضا شباب النصر كما قلنا سوف يلعب المباراة هذه على القناة الأولى، الفيصلي والأنصار وتكون على القناة الثانية، التعاون والنجران على القناة الثالثة، القادسية والاتحاد على القناة الرابعة. بالمناسبة فقط الاتحاد طبعا غادر ووصل اليوم إلى الدمام يستعد للمباراة. يذكر أنه حسب ما علمنا أنه نايف هزازي بالتأكيد لم يغادر مع البعثة وأنه لن يشارك في مباراة الغد لأنه لديه بطاقة حمراء في المنافسة الآسيوية، وبالتالي حسب النظام الجديد فإن العقوبة سترحل إلى أول مباراة محلية في الدوري لأنه خرج من البطولة الآسيوية. طالما نتحدث عن الاتحاد، بالأمس كما تعرفون التقى رئيس النادي بجماهيره في بادئ ربما تعتبر يعني ليست الأولى من نوعها، ربما سبق حدثت لكنها من النادر أن تحدث أن يلتقي رئيس نادي بجمهوره. أمس الجماهير التقت بالرئيس وتحدثت معه، إحنا بعد ما انتهى الاجتماع الزميل رياض المزهر توارد وسأل الجماهير وناقشهم حول وضع الفريق الاتحادي. بدأ معهم وسألهم أولا عن هذا الاجتماع وعن هذه الخطوة كيف تنظر لها الجماهير الاتحادية. نتابع. اجتماع إدارة النادي مع الجمهور أولا. لا
والله اذا تبغى نتكلم بصراحه ومنطقيه اكثر يعني اجتماع روتيني لا اي شيء كله توجيهات جماهير ما في اي واحد يعني امتصاص غضب امتصاص غضب انا اعتبره يعني مقبول طيب منك كواقع شخصي لي انا اعتبره مقبول لانه في حاجات تحس انه في تحركات انها فعلا حاصله على الامر الواقع ولكن ما تقدر تحكم عليها لانه في اسابيع قادمه عندك شهرين على فتره التسجيل الثانيه فما حتقدر تحكم عليها ايش حيصير في الشهرين هذه نادي الاتحاد ما اتوقع فيه اي حاجه صحيحه والله حتى الان اعتبرها في طور امتصاص لغضب الجماهير ما لم نرى شيء على ارض الواقع تعودنا احنا كل بعد كل نكسه اجتماع مع الجماهير وما الى ذلك ما لم نرى شيء على امر الواقع على ارض الواقع اعتبره كمضاد حيوي ليس الا والله هي خطوه احترافيه من رئيس النادي بن داخل جهني وهو الرئيس الوحيد اللي نعلق عليه امالنا يعني بعد خالد الساخد المرزوق والاستاذ ابراهيم علوان بن داخل ان شاء الله امالنا كله في بن داخل ان شاء الله نحقق طموحات جماهير نادي الاتحاد هو شوف الجمهور عنده فكره انه الادارات السابقه اللي قبل اللواء كلها سقطت بعد الاسيويه تقريبا ولذلك كان قرار حكيم من اعتبره من الإدارة أنها تجتمع مع الجمهور بعد الأسبوع ظهرت الأقاويل وطلعت الأصوات على الإدارة فكان قرار شجاع هذه الإدارة الديمقراطية هذه الإدارة التي تشتغل والله حقيقة اجتماع متميز يعني حقيقة وهذا مقدر الشكر والشكر والتقدير لإدارة اللواء محمد بن داخل الجهني لانه حقيقه بعد خاصه بعد خساره البطوله الاسيويه لابد من يعني اجتماع ومصارحه مع الجماهير واخذ ارائهم وانطباعاتهم وهذا حتى للتوصل يعني لمعالجه كثير من السلبيات في هذه الامور والله دائما اي اجتماع يقوم مع رئيس النادي والجماهير اقدر احكم على بعد الاجتماع هل في قرارات تصب في مصلحه النادي هل في استماع لاراء الجماهير اذا كان في القرارات صبت لمصلحه النادي واستمعت لاراء الجماهير اقول الاجتماع ناجح اذا كان الاجتماع شكلي كل شهر حيكون عشان تنفيذ النقطه الانتخابيه في ملف الرئيس طبعا حيظهر مع الايام انا بالنسبه لي كمشجع اتحادي اتعشم في اللواء محمد بن داخل خير طبعا استاذ رياض اليوم انا اقول انه طلعنا بلا شيء حتى اهم الاسئله اللي هو سؤال عبد المحسن آل الشيخ لم يجاوب عليه تخدير يعني الاجتماع اليوم الاجتماع ربما انه تمهيد لابعاد اسماء تتوقع انت بل متاكد الجماهير يوما بعد يوم تقدم اثباتات على الهواء بانها جماهير واعيه كل الجماهير بدون استثناء ومنها بالتأكيد الجماهير الاتحادية رياض سألهم بعدين عن قرار يعني إطالة حمزة إدريس وحسن خليفة هل تؤيده الجماهير أم ترفضه نتابع حمزة وحسن تؤيد هذا القرار والله أيد الإبعاد لأنه كان المفروض يتخذ من بدري يعني تحملنا الغريب أنه يعني لما تم إبعادهم طوالي ما عنده في مشكلة معينة ظهرت فهم تحملوها فترة طويلة وفي الأخير اضطروا يرضوا الجماهير بخطوة بسيطة يعني والله من يمكن أجمل ما سمعته في إدارة الاتحادية لأن بصراحة أنا كان يعني يمكن حمزة وأغلب اللاعبين ما كانوا مرتاحين لهم بصراحة يعني أنا أتوقع أن استبعادهم الاثنين بتشوف الاتحاد شيء ثاني أمام القادسية والله لما أتكلم كمحب للاتحاد فإذا لما يذكر الاتحاد فبالتأكيد أن في يوم من الأيام صفقنا الحمزة إدريس والحسن خليفة فطبعا لما أتكلم عن مصلحة عمل فأجد أن الإدارة اتخذت ما تراه مناسب في مصلحة عمل أما كأشخاص لهم شخصيا فهذا وهذا أتمنى أنه يعني شعور ذا الخاص فيني أنا ينطبق على كل الاتحادين لأنه يظلون مهما كان حمزة إدريس وحسن خليفة لعيبة اتحاديين ومن عشاق الاتحاد ولكن كل واحد يوصل الحب بطريقته يعني فأنا أشوف أنه يمكن عدم توفيق مثلا في العمل أما من ناحية إبعادهم أو ذا أشوف أنه من مصلحة العمل يعني والإدارة اتخذت المناسب يعني نعم قرار صائب في حاجة إلى إدارة جديدة أفكار جديدة الناس عندهم خطط مدروسة فإحنا في حاجة الشيء كل ما استهلك فلازم شيء جديد يكون على اللاعبين والله قرار بعد حمزة وحسن هذا على علامات استفهام باللون الأحمر كانوا تحتها خطين يعني ديمتري أول ما جاء هنا طلب حمزة وحسن يكونوا مساعدين له الآن أنت أبعدتهم ديمتري ما جبت له مساعدين إلى الآن ديمتري كيف حيستمر معك يعني لو توقع أي خسارة الآن لنادي الاتحاد المقبلة حيقول لك يعني عذر ديمتري جاهز يعني ما عندي مساعدين استشيرهم أي مدرب في العالم يحتاج مستشارين قرار بعد حمزة وحسن تؤيد هذا القرار نعم حسن وحمزة من أبناء هذه الاتحاد وحققوا إنجازات ما ننكرها مع احترامنا وتقديرنا لهم وأعتقد أنه حان وقت التغيير يعني سنة الحياة هذه هي رأى الجماهير وهي الأهم بالتأكيد لدينا ربما تأخذ مساحة كبيرة عند في برنامج رأى الجماهير لأن نهتم لها كثير حقيقة أما المحور الثالث اللي سألهم عنه رياض وهو
كان المحور عن رحيل لاعب الخبرة، لكن توجه كل الحديث عن رحيل اللاعب محمد نور بعد أن ظهرت أحاديث بأنه ربما يبتعد عن الاتحاد في أي تجربة يعني احترافية أخرى. متابع رأي الجماهير في رحيل قائد الاتحاد. أو لا تؤيد رحيل محمد نور من نادي الاتحاد؟ محمد نور أفضل لاعب من أن وطأت قدمي الأرض إلى الآن، لم أشاهد لاعب بحجم محمد نور. محمد نور اللاعب الوحيد عندما يفوز الاتحاد. بس برضو ما جاوبتني، تؤيد رحيله أم بقاء؟ أكيد طبعا لا، لا وأيد بقاء محمد نور حتى اعتزاله في داخل نادي الاتحاد. يعني بصراحة رحيل نور يعني رحيل مدرج، هذه حقيقة في الفترة هذه بالذات، لكن تدريجيا في السنوات القادمة يعني السنة الجاية أو اللي بعدها أنه نور يكون يعني على الدكة وعلى يعني في الفترة المقبلة نعم، لكن الآن صعبة نور يرحل نادي. لا نور يرحل من الاتحاد أم لا؟ أبدا بالعكس، أنا لا أيد أن محمد نور يروح، لاعب خبرة ولاعب ممتاز وأنا ما أيد أنه يروح. أنا مع ضد كلام أنه نور يرحل، لأنه نور في الحقيقة لاعب كبير وأعطانا وياما أخذنا بطولات من الكابتن محمد نور، لكن الكابتن محمد نور طبعا سنه خلاص كبر، فما نقول يرحل لأنه كلمة يرحل هذه ينتقل. طيب والله ولا ينتقل السلام محمد نور، محمد نور طبعا يأخذ إجازة. طيب أنا أقول لك محمد نور يعني لا لا. إذن رفض قاطع لرحيل نور. أنا ما عندي وقت كثير معلش، عندي دقيقة. وكيف تأييد لرحيل حمزة وحسن ورفض قاطع لرحيل اللاعب محمد نور؟ والله يا أخي مثل هذه إشكاليات كثير، يعني أتصور دائما الإدارة هي اللي في سدة الأمر وهي اللي تقدر العمل وتقدر أو تختار الطريقة اللي تدير فيها النادي، أما إشراك الآخرين في قرارات داخل الفريق ولا يعرفون عن أدوار الناس ولا يدرون إيش الأشياء اللي ممكن يؤدونها أو يعني مسألة مع أو ضد، أنا أتصور أن هذا يعني يعد خطأ إداري في أي نادي يحصل. يعني ترفض أن الجمهور يكون صاحب قرار؟ اللاعب المساعدين حمزة وحسن هم مساعدين للمدرب، وإذا كان المدرب هو من قبل في عمله من قبل في أخطاء فهو المسؤول، هو مدير. أنا أقصد بشكل عام، ترفض أنه يكون الجمهور له رأي أو يكون له قرار ولا يكون صاحب رأي فقط؟ لا لا صاحب رأي، لكن القرار يظل للإدارة، هي الأقرب وهي الأعرف وهي اللي تعرف إيش اللي يدير داخل النادي، مو الجمهور اللي في المدرج. طيب أحمد. لا بالعكس أنا أختلف مع عبد الكريم، من كان رهان المدرج لا يخسر. حقيقة أنا استمتعت بهذه الآراء الواعية من جمهور الواعية من جمهور الاتحاد، استمتعت أيضا بآرائهم سواء في بعد حسن خليفة أو استمرار نور. كنت أتمنى لو يكون لو مثلا أيضا هذه الزاوية بعد رحيل اللاعب الكبير ياسر القحطاني لو سمعنا أيضا رأي المدرج الهلالي مع ولا ضد. أنا مع إشراك الجمهور في كل شيء، أقصد إشراك الجمهور في اجتماعات معنا زي اجتماع اللواء محمد بن داخل مع الإعلام أنه يسمع آرائهم، مع أيضا تدخلهم في بعض الأمور. القرار في النهاية هو قرار للإدارة، لكن يجب أن الإدارة أي إدارة ما تعزل الجمهور، الجمهور هو المكسب ورأس المال، هو اللاعب رقم واحد، هو أساس النجاح، هو اللي رهانك. فعندما تخسر الجمهور تخسر كل شيء. عجبني أيضا ارتباط الجمهور الاتحادي محمد نور. هذا الجمهور أصيل، يعني أصيل وأصيل، ويعلم ويعلم جماهير الأندية معنى الأصالة في 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 احترام النجوم ولا سيما النجوم المؤثرين الذين يخدمون أنديتهم. نعم. عموما شكرا لجماهير الاتحاد على هذه الآراء. بالتأكيد إن شاء الله سنكون دائما كما عودناكم مع الجماهير، نحن نحب كثير نسمع رايهم لانه مثل هالبرامج هي لهم اصلا. المنتخب الشاب بالمناسبه سيلعب ان شاء الله غدا مع المنتخب العراقي، المنتخب الشاب اللي يقدم مستويات جميله، اخر مره فاز على اخر مباراه بالامس فاز على المالديف 11-0، نتيجه تاريخيه. غدا سوف يختبر قوته بالتاكيد امام المنتخب العراقي وهو المنافس له على الصداره في مجموعته. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب الشاب في مباراه الغد. اما الفقره الاخيره هو الملعب تيوب اليوم، ستكون عن الالتراس الهلالي. عدد من الجماهير أرسل لنا يعني بعض اللقطات للجماهير الهلالية، والالتراس الهلالي كان حقيقة منظم جدا ويعني منظرة جميل، خلينا نشوف. Thank you.
هذه صورة من أحد جماهير الهلال من المدرجات الهلال في أحد المباريات السابقة. وقتي انتهى. أشكر ضيفي الكريمين اللي ما تعبوني اليوم، عبد الكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال ورمز الإدارة، شكرا جزيلا. الله يحييك عادل، شكرا. شكرا لك. شكرا لضيفنا أيضا الكاتب الرياضي المعروف أحمد الشمعي، يعطيك العافية أبو محمد. شكرا لك وشكرا للزميل عبد الكريم. منظر كان جميل حقيقة في مدرجات الهلال، بس حقوق الأسبقية محفوظة. هنرجع للموضوع، ما فيني حيل والله ناقش ابو محمد، ما فيني حيل خلاص وصلت على اخري. شكرا لك ابو محمد، شكرا لفريق الاعداد عبد العزيز الناجي مدير التحرير، صالح المرشد، معاذ الحميدي، و بقى حد والله نسيت الشباب ضيعتهم. شكرا لمخرجنا ايضا اليوم فيصل الخم علي، ورئيس التحرير غانم القحطاني. نلقاكم ان شاء الله غدا في حلقه جديده. الى اللقاء.